ننتقل لقصة حب جميلة، قصة لطيفة جدا لعروسين من قصار القامة، واللي تحولوا بقى لأيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي. وده ليه؟ لأن عبد الرحمن بركات هو لاعب منتخب مصر لكرة القدم، اتكلم عن قصة ارتباطه بمنار، وطبعا بسبب فيروس كورونا تم تأجيل حفل الزفاف. تعالوا نشوف بقى القصة اللي كسرت الدنيا على شبكات التواصل الاجتماعي، ونعرف تفاصيلها أكتر من خلال ضيفنا اللي على الهاتف، العريس عبد الرحمن. اهلا بيك وصباحك صباح الورد. صباح النور، وازي حضرتك؟ وصباح النور على كل المستمعين. نقول مبروك ليكم، الف مبروك ليكم، واحكي لنا بقى ايه قصه الحب العظيمه دي، وايه قصه انه انتشرت على السوشيال ميديا وكان ليها ردود افعال كبيره. الحمد لله. يعني أنا بحب أشكر الناس اللي بدأت تشير وعملت كومنت واللايكات، اللي بدأت تنشر فكرة إن إحنا موجودين، إن قصار القامة موجودين، الأقزام موجودين. الفكرة ابتدت إن أنا ومنار، أنا لاعب منتخب مصر قصار القامة، ومنار ليها إن أخوها معايا في المنتخب. انا حبيت، كانت بتيجي هي مع اخوها تتفرج عليه، هي ووالدتها، فانا حبيت ان انا يعني ايه اخش الباب من بيته. فاتكلمت مع والدتها ان انا حابب ان انا اتقدم، فجبت والدتي في احدى التمارين، وان انا يعني ايه نظبط اول مقابله ما بيننا وما بينهم تبقى رايقه. اتقابلتوا بالكمامات ولا ايه يا عبد الرحمن؟ لا لا، ده كانت ساعتها، ده بقى لها سنه. ده اوكي، يعني الصور دي بالظبط. لا، الصور دي حضرتك من السبت اللي فات بالظبط، بقى لها اسبوع. دي خلاص بقى، دي كانت في كورونا. بس انتوا مش لابسين الكمامات ليه في الفرح؟ كان لازم تلبسوها. لا. لازم نلتزم بالاجراءات الاحترازيه. هو لو كفوتو سيشن حضرتك بس عشان الكمامات، او قبل كده احنا عند المأذون كنا لابسين كمامات، هايل. فكنا الإجراءات الاحترازية ما يعني الحمد لله كنا ملتزمين بيها، يعني الحمد لله. بس هو السيشن مش هكذب على حضرتك ان احنا كنا لابسين. ايوه، ما اكيد. طب احكي لي بقى، يعني انتوا احساسكم ايه برضو، لان انتوا عملتوا فرحكم في ظروف استثنائيه، يعني خلاص هو الكورونا دي الحياه دائما ما قبل كورونا غير ما بعد، وغير بقى مرحله التعايش كمان مع الفيروس اللي احنا فيها. كان احساسكم ايه بقى؟ لانه اكيد انت حضرت افراح قبل كده في الفترات اللي كانت طبيعيه قبل كده، ما كانش فيه كورونا. كان احساسكم ايه وانتوا بتعملوا فرح في جائحه او في ظل هذا الفيروس؟ هل ده ما خلاكوش مثلا مترددين شويه، او قعدتوا تفكروا فتره ممكن نعمله ازاي في الظروف دي؟ انا حضرتك يعني مش هكذب عليكي، انا كنت احنا مأجلين، يعني احنا كنا كده مأجلين. اوكي. انا كنا عايزين نعمله قبل كده. انا كنت ناوي اعمل فرح اصلا، فهو موضوع كورونا خوفني اكتر ان انا ممكن اضر حد. طب احنا قلنا بقى نعمل فوتو سيشن ونعمل كاتب كتاب على الضيق خالص، عشان ما حدش يتضر لو انا عملت فرح، حتى برغم ان ما فيش افراح عامة يعني. بس انا حبيت ان انا الدنيا تبقى ضيقه قوي عندي عشان ما حدش يتضر. هو الكورونا يعني طبعا اذتني ان انا كان نفسي اعمل فرح، اذتني ان انا كنت ممكن اعمل هاني مون كويس، بس يعني ايه، هي على الكل مش عليا انا بس. بس وفرت برضه مصاريف الفرح اللي بتبقى جامده، الحمد لله. وبعدين ممكن تكون وفرت برضه فلوس سفر كانت هتبقى مكلفه اكتر من الوقت الحالي، فيعني نبص للجانب المشرق. ما هو ده الجانب المشرق اللي في الموضوع، الحمد لله. طب احكي لي، بتحلموا بايه بقى؟ ايه اللي نفسكم تحققوه مع بعض؟ ما علينا بقى، احنا يعني ربنا يكرمنا نعيش حياه سعيده، وربنا يرزقنا باطفال يعني نقدر نربيهم تربيه كويسه، اطلعهم يتعلموا تعليم كويس، يلعبوا رياضه، يشتغلوا يعني زي انسان عادي، اخليه يحاول يبقى احسن من والده ووالدته، يعمل حاجات انا ممكن ما كنتش عرفت اعملها نظرا للظروف. فانا بالنسبه لي انا هيقوله ان هو يبقى افضل مني، ده اللي انا بحلم بيه يعني مع ممر بقى، ان احنا نعيش حياه سعيده وربنا يكرمنا والحمد لله. ربنا يسعدكم، والف الف مبروك، وسلم لي على منار كتير ان شاء الله. بشكرك، صباح الورد عليك.